لن نخرج حقيقة بحل لكل ما نمر به، لكن اليوم مطلوب من المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية أن تقدم تصورا لما يمكن أن تتمخض عنه هذه الهجمة الشرسة الكونية على سوريا. هناك حاجة ماسة لمشروع ثقافي ليس على مستوى الساحة السورية وإنما على مستوى الساحة العربية والعالمية، يهدف إلى تفنيد عناصر الإرهاب وبناء الإرهاب كتشكيل ثقافي. هذه المهمة الأساسية والمقدسة باعتقادي تحتاج إلى مستوى من الكتاب والمثقفين. العالم العربي بأجمعه اليوم ما فرقه إلا فقدان الثقافة الحقيقية، وما جعل السياسة فيه متضاربة إلا فقدان الثقافة الحقيقية، وما جعلنا مذاهب وطوائف يقتل بعضنا بعضا باسم الدين إلا غياب الثقافة الحقيقية. نحن ندعي في هذه الندوة أننا سنقدم إجابات حاسمة لعلاقة المواجهة للندية فيما يتعلق بين الثقافة والإرهاب، لكننا سندعي شرف المحاولة في تقديم بعض الإجابات لما تتعرض له سوريا في هذا المجال.